السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو رح نكمل شرح الـ functions in Python. أخذنا في الجزء الأول كيف إحنا ممكن نعرف function، كيف نستخدم الـ function بشكل عام، وكيف الـ retain value. حكينا إنه الـ function بيختلف عن في البايثون عن اللغات الأخرى. أول نقطة إنه إحنا ما بنحدد retain data type، وبالتالي ممكن يكون في عندي function ممكن بيرجع في كل مرة different data type، وبالتالي هاي بنتجنب شوي عدد الـ overloaded function إذا كنا إحنا بحاجتهم. بعدها حكينا عن الـ function إنه البايثون بتعامل معه as a variable، فبالتالي ممكن أنا أعمل assign، بعمل create لـ variable وبعمل له assign لـ function، بيصير زي كأنه different name for the same function. في هذا الجزء إن شاء الله راح نكمل على الـ function، وراح نحكي كيف ممكن إحنا نعمل passing لـ arguments. طبعا بالوضع الطبيعي احنا دائما الفانكشن هو جزء من الكود، احنا بيكون الهدف منه بيعمل بروسيسنج بطريقة معينة وبيرجع لنا فاليو، او ممكن على الاقل بيعمل شو لفاليو معينة، او يحتفظ بكمبيوتيشن معين احنا بدنا اياه. لكن احيانا احنا بحاجة ان نبعث له فاليو، او احنا بنبعث له قيم حتى هو بيقدر يعمل اكسكيوشن او بيعمل اوبريشن، او ممكن هو بحاجة هاي الفاليو حتى بيحسب قيمتها وبيرجع لنا اياها. So إحنا بحاجة إنه نبعث arguments لهذا الفانكشن. argument إحنا بنسميهم parameter بالdefinition تاع الفانكشن. يعني إحنا مثلاً هون عنا هذا هو الdefinition الخاص في الفانكشن اسمه show double. أوكي. هلأ هون النمبر إحنا بنسميه parameter. أوكي. بجملة الكول هون إحنا إيش بنسميه؟ بنسميه عبارة عن arguments. فهون في هاي الحالة الـ argument هو عبارة عن a piece of data that is passed into a function. لما إحنا الـ function نعمل له calling نبعث هاي الـ data فنسميها argument. الـ parameter اللي هو الـ variable اللي بده يستقبل هذا الـ argument وبيخزنه فيه أو بيستخدمه. هلا لما إحنا بنعمل call بهذا الشكل رح يصيروا بالبايثون الاثنين بيعملوا reference to the same location. في اللغات الأخرى بيكون بيعمل copy، يعني نسميها احنا copy by value، انه هو بس بيعمل copy للvalue بيحجز location جديد، لكن هون احنا بيعمل reference، لكن هاي لا تعني انه by reference، يعني التعديل ما بيتم. تمام، خلينا ناخذ تطبيق عملي على موضوع كيف انا ببعث arguments ونشوف كيف ممكن يتعامل معهم. اوكي، هلا خلينا ناخذ example ونعمل function. هذا function بحاجة بيكون فيه parameter، وبالتالي انا بالfunction call بحاجة اني اعمل ببعث له arguments. اوكي، هلا مبدئيا طبعا ضروري جدا دائما اول ما بنبدا بكتابه الكود انه بنعرف فانكشن اسمه مين، بحيث انه يكون هو عباره عن الكود ماب لنا، يعني هو الاكسكيوشن انه بيبدا من هناك، واخر ستيتمنت بتكون في الكود عنا اللي هي بتكون كول للمين. انا هون هون طبعا هلا انا لسه ما راح اكتب المين، بنستخدم جمله الباس، وهون خلينا جمله الكولينج للمين بتكون حتى ما بننساها. بعد هيك هلا انا بدي اكتب الفانكشن اللي انا بدي اياه، هاي ديفاين خلينا نسميه دبل زي السلايدز. اوكي، وهذا الدبل طبعا احنا في البايثون ما بنعرف، يعني هون انا ما بقدر اعرف بعطيه انه ايش الداتا تايب اللي هو المفروض انه بيستقبله. طبعا هون خلينا ايش ممكن نسميه نم من نمبر، وهون انا ايش بدي اعمل برنت مثلا نم ضرب 2 for example. اوكي، هلا هون هاي هي الفانكشن عندنا. لاحظوا هاي احنا النم هون بهاي الحاله نسميها باراميتر، وهي بتكون لوكال فقط بالنسبه لهذا الفانكشن لانها تعرفت جواته. هلا بنرجع على المين، خلينا نكتب كود احنا هون في المين، بس خلينا نشيل الباس لانه اوردي انا بدي اكتب كود في المين. انا بدي اعمل ايش؟ يعني نعمل برنت مين. اوكي، وهون بدي اعمل كول للفانكشن، فباجي بحكي له دبل. طبعا هون انا لازم ابعث له بهاي الحاله لو اني ما بعثت له فاليو وعملت رن، هاي رن أعطاني دايركت إيش؟ إيرور Double missing one required positional arguments. هو بحاجة لبوزيشنال
arguments. احنا هون بنسميهم positional arguments. اوكي طيب بهاي الحالة انا لازم ابعث له قيمة. هاي مثلا بدي ابعث له 6 وهون هلا بنعمل run ونشوف ايش الريزلت تاعتنا. اوكي هو عم بيعطينا ايرور دبل. اوكي هلا هون احنا عاملين سوري احنا هون عاملين concatenation. هاي كانت عنا الايرور ما بنقدر نعمل concatenation بين رقم وسترينج. فهون الدبل اوف ذا نمبر ايش هي اللي هي عنا 12. هلا في هاي الحاله النم هون احنا بنسميها باراميتر والقيمه الفاليو اللي بدنا نبعثها للفانكشن بنسميها argument. هلا ايش اللي صار لما احنا بعثنا القيمه 6 هون؟ طبعا هون الفاليو على طول. طبعا لو انا هون جيت حكيت له فور اكزامبل x equal 6 وهون بعثت له x طبعا هي نفس الشيء لكن هون عندي ال x صارت النم صارت بتعمل ريفرنس للفاليو تاعت x فالاثنين صاروا بيدلوا على نفس الشيء. لكن لو انا هون جيت حكيت له print لقيمه x مثلا ايش المفروض يعطيني؟ طبعا دايركت ايش حيعطينا؟ حيعطينا error. ليش؟ انه name x is not defined لانه x هون بالنسبة x طبعا هي معرفة فقط وين في المين فبالتالي ما بقدر اعمل عليها access من هذا الفانكشن. نفس الشيء انا هون num لو اجيت حكيت له print ل num طبعا كمان the same. النم هي local variable بالنسبة للفانكشن يعني البراميتر دائما يعتبر local variable بالنسبة للفانكشن فبالتالي هيعطيني كمان لاحظوا ايش الايرور انه name num is not defined did you mean sum يعني هو عم بيحاول يعطيني حلول سريعة. تمام اذا هون عنا كيف انا ممكن ابعث باراميتر. طبعا بهاي الحالة المفروض يكون عدد الارجومنت البوزيشنال ارجومنت اللي ببعثهم بجملة الفانكشن كول نفس العدد اللي بيكون موجودين بالديفينيشن تاع الفانكشن نفس عدد الباراميتر. بهاي الحالة لو كون هون مثلا بياخذ num و name تمام وهون انا اذا لازم ابعث له num مثلا و name اوكي او string. فبهاي الحالة بدي انا اطبع name انا بهاي الحالة المفروض اني ابعث له two variable. هلا هو ما في قيود يعني هلا انا نيم مثلا ممكن اتعامل معها على اساس انها string. هلا هون مثلا المفروض انه ياخذها as a string. هو سوري لسه عم بيعمل نسينا نشيل هاي. تمام هلا هون رح يعترض لي على ايش او ما حيعترض سوري على شيء لانه هون عندي النم بتاخذ قيمه x اللي هي 6 والنيم رح تاخذ اللي هي احمد. هلا انا ما بقدر احدد بالديفينيشن تاع الفانكشن ريستريكشن على الداتا تايب اللي لازم هو ببعثها. فانا هون لو بعثت فور اكزامبل بوليان حكيت له ترو وبدي اعمل رن ما حيعترض عليها ببساطه لانه ما في قيود على الداتا تايب رح يبعث لي ترو. طب متى ممكن يصير في عنا مشكله؟ متى ممكن يصير عنا مشكله؟ لو هون كان عندي نم وهون عندي خلينا نعمل مثلا زي اللي هي num ضرب سوري num 2 ضرب num 2 بدي اضرب هدول الرقمين ببعض. اوكي طبعا هون انا الهدف من البرنامج تاعي انه ببعث له رقمين وبيطبع لي ناتج ضربهم. اوكي انا هذا الهدف تاعي. فانا هون بهاي الحاله لو بعثت له x مثلا اللي هي قيمتها 6 و8 تمام ونعمل run. هلا هذا الهدف الاساسي من البرنامج هو حيعطيني اللي هي هون نتيجه المالتيبليكيشن. That's good. طيب لو جيت انا بعثت له string مثلا وهي بعثت له python هلا لانه ما في قيود بالديفينيشن تاع الفانكشن هو راح يتعامل معاها. طبعا السترينج ضرب رقم ما في مشكله بكررها عدد من المرات مع انها هاي بالنسبه انها هي عباره عن ايش؟ عباره عن لوجيك ايرور. طيب لو جيت بعثت له فور اكزامبل ترو كمان نفس الشيء
الترو بتعامل معها كرقم إنها واحد، فبيعطيني إياها يعني تمام اللي هي 6 ضرب 1. طيب لو جيت بعثت له 3.5 مثلا كفلوت، هون الوضع الطبيعي رح يعترض أو لا ما اعترض هون عنا. هون الوضع الطبيعي اللي هي النتيجة الطبيعية إنه أخذها أزا فلوت. يعني لاحظوا هون كونه ما في قيود، مرة بعثت له بوليان، مرة بعثت له سترينج، مرة بعثت له فلوت، فبتعامل معهم بشكل عادي، فما في عنا. لكن إحنا لازم نلتزم بعدد البراميتر اللي نبعثهم. بقدر أبعث له أي داتا تايب، لكن إذا صار في عنا سنتاكس إيرور بيكون إنه هو عبارة عن إنه أنا استخدمت داتا تايب بطريقة غلط. يعني أنا مثلا المفروض إني أعمل عملية، مثلا خلينا نحكي فور إكزامبل، هون أنا بدي أعمل ماينس، وأنا هون جيت إيش بعثت له، بعثت له فور إكزامبل سترينج. بهاي الحالة لما أنا أعمل ران إيش اللي حيصير؟ حيعطيني إيرور. أوكي، فهي هاي عندي صارت تايب إيرور. فهون بما إنه البرنامج ما بيعترض على موضوع التايب إيرور، بيستقبل أي داتا تايب أنت بتبعثه. أوكي، لكن النقطة الأهم إنه لازم يكون نفس عدد البراميتر إكزاكتلي اللي إحنا بدنا نبعثه. وبنأكد إنه الفانكشن البراميتر لما يكون معرف بفانكشن، السكوب له هو يكون فقط داخل هذا الفانكشن، والارجيومنت بتكون معرفة فقط داخل إيش، داخل البلوك أو السكوب اللي هي انعملت منه، انعمل منها الفانكشن كول. أوكي، طيب هلا لو كان عنا بالفانكشن اللي إحنا عم نستخدمه، يعني مثلاً هون فور إكزامبل عندي في عندي فانكشن اسمه change me. هذا change me بياخد عندي باراميتر اسمه argument، وبعدين بدي أغير أنا قيمة الargument وبتصير مثلاً zero. القيمة اللي هو بعثها مثلاً بعث لي 100، باجي بحكي له equal zero وبيطبع لي هاي القيمة. أوكي، وهون عندي في بجملة الكول أنا بدي أبعث له قيمة الفاليو اللي هي 99. فهون بالبداية بيجي بحكي له بحجز فاليو equal 99، بتكون بهذا الشكل، بتكون عندي الفاريبل اللي اسمه value بيعمل reference لللوكيشن اللي فيه القيمة 99. لما أجي أطبع على value is value بيطبع لي 99. هلأ بيجي change me بتروح تبعث 99 لمين؟ للargument. أوكي؟ تبعث له الفاليو. فالفاليو بهاي الحالة الargument راح تصير إيش بتأشر؟ يعني هون فعليا بالبداية الargument كانت بتأشر القيمة اللي هي 99. تطبع I am changing the value، يعني هلأ لو دايركت طبعت الارجومنت رح يطبع لي 99، بس لما اجي احكي له argument equal 0 رح بيشيل الريفرنس ورح بتصير بهذا الشكل، بتصير بتأشر على لوكيشن جديد. so هاي احنا نسميها الباسنج باي فاليو. هون البراميتر اي تعديل انت بتعدل عليه ما بيأثر على الارجومنت اللي انبعت من الفانكشن كول. اوكي، هاي نقطة مهمة جدا، هي نفس مبدأ خلينا نحكي الباسنج باي value بتعامل معها، لكن كون هو ما بياخد copy من الفاليو بيكون reference، هو بس بيغير reference وبيحجز location جديد. طيب هلا حكينا احنا كيف اني انا ممكن ابعث باراميتر عدد معين من الباراميتر بغض النظر عن الداتا تايب، وحكينا هو بيستقبل اي داتا تايب. طب لو كنت انا بحاجة انه في احيانا بعض الكيسز بيكون عنا انه احنا عنا variable، عنا يعني بحاجة للfunction إنه في بعض الفاليوز أحياناً أحتاج إني أبعثها، لكن هي بالوضع الطبيعي يعني most of the time هي بتكون إلها قيمة معينة، نحن نسميها default value. فبهاي الحالة ممكن إحنا نتعامل مع إشي اسمه keyword arguments، إنه بعض الفاريبل أو بعض الباريميتر بنعملها assign أو initialization من البداية لديفولت value. ففي حال أنا ما بدي أبعثها، بدي أستخدم الديفولت it's okay، وإذا أنا بدي أغير على القيمة الديفولت كمان it's okay، بروح ببعث هاي القيمة. أوكي، هلأ خلينا نأخذ example على الـ keyword argument، والـ keyword argument هي الـ argument اللي بتأخذ default value اللي أنا ممكن أبعثها ممكن إني ما أبعثها. في حال إني أنا ما بعثت قيمتها هو رح يستخدم الـ default value لإلها. كالعادة المين خلينا مبدئيا نحطه pass، وبعدها هلأ خلينا نعرف function for example بنسميه welcome. تمام، وهذا الwelcome بدي اياه ياخذ name، وبعدها بدي ياخذ department، والdepartment by default بحطها equal، بعدين بحط قيمتها for example خلينا نحكي cyber security. اوكي، CY دلاله على cyber security. وممكن بنحط for ايش ممكن نحط، ممكن year equal 2022.
سنة القبول. أوكي؟ بعدها هاي كولون. لاحظوا هون عندي هاي سميها name positional argument. positional argument يعني لازم إني أنا أبعثها. وهدول بنسميهم ال keyword argument. أوكي؟ هلأ في هاي الحالة أنا إيش بدي يعمل هذا الفونكشن؟ print will he come هاي concatenation مع النيم وبعدها print department يعني أنا هون بدي أركز على ال idea وال year. أوكي هون بدنا نعمل إحنا calling لهذا الفونكشن هاي will come وهذا الفونكشن بهاي الحالة إيش رح يأخذ؟ رح يأخذ for example أنا بدي أبعث له مبدئيا بقدر أبعث له قيمة واحدة فقط يعني مثلا أنا for example بدي أبعث عمر تمام؟ فهون إيش رح يصير؟ لما أنا ببعث له فقط عمر ما حيعترض لأنه في عنده keyword argument مع أنه هو بيأخذ 3 arguments رح name هتكون assigned للفاليو عمر وراح يستخدم الديفولت فاليو لديبارتمنت والير. اوكي لما بنعمل ران لاحظوا هون عنا ويلكم عمر وبعدها ايش اعطاني الديبارتمنت سي واي والير 2022. طيب لو نفترض انه انا لا بدي اغير الديبارتمنت انه عمر بالسي اس فور اكزامبل بهذا الشكل السي اس هون رح تروح دايركت لايش لا يعني حسب الاوردرنج النيم عمر والديبارتمنت هي رح تكون السي اس والير هي رح تكون 2022 بهذا الشكل تمام. طيب لو انا بدي ابعث الير بس بدي الديبارتمنت بتكون نفس الاشي يعني هون انا مثلا بدي ابعث انه سنة القبول 2021 بهاي الحالة طبعا البرنامج بينفذ ما عندنا مشكلة لأنه ما في اختلافات بالديتا تايب ما في عندي لكن إيش رح يطبع الديبارتمنت على أساس إنها 2021 ورح يطبع الير 2022 هذا لوجيك إيرور لأنه البرنامج عندنا ما بدنا إياه يشتغل بهذه الطريقة. طب إيش الحل لما يكون في عندي كثير keyword argument أنا بس بدي أنا بيستخدم keyword argument اللي بالنص سوري بدي يستخدم بدي يستخدم اللي مثلا الثانية بس أنا الباقي إنه لا أنا بدي أبعث قيمته بهاي الحالة احنا بجملة الكول بقدر استخدم نفس اسم الباراميتر لازم يكون نفس الاسم اللي موجود في الديفينيشن بحكي له year equal بهذا الشكل. هلأ هون النيم positional لازم ينبعث ولازم يكون اول دائما اول value بياخدها للنيم الديبارتمنت انا ما بعثتها فبياخد الديفولت عنده الير للير بيبدلها. اوكي فهاي طريقة ثانية اذا انا ما بدي اخد الفاليوز بالترتيب فبعملهم بهاي الطريقة. هون صار فيها لوجيك أكثر الاسم عمر اللي هو البوزيشنال الديبارتمنت أخذ الديفولت فاليو والير لأنه حكيت له year equal فأخذها. طيب طب لو أنا ما بعثت له ولا إشي هل حيعطي error؟ طبعا of course yes لأنه هو at least رح يعطينا إيش missing one positional argument. لاحظوا هو بيأخذ 3 parameter argument بس هو اعترض انه هو في واحد محتاجه لانه هو at least احنا لازم نبعث له one positional argument. هاي الايرور يا ريت انكم تنتبهوا لها دائما تصير عندكم experience اكثر يعني لا تعملوا سكيب عنها لا بنحاول نقرأ الايرور بنشوف ايش صار وليش اعطانا بهاي الطريقة ونقرأ الايرور انه هو لاحظه هو اعترض على انه على الاقل بده نيم at least بحكي لك ابعث لي نيم تمام. هاي بالنسبة للكيورد أرجمنت. طيب هلأ السؤال متى أنا ممكن أستخدم الكيورد أرجمنت؟ نستخدمه بكثير سيناريوهات. هلأ ممكن أنا بيكون في عندي برنامج هذا البرنامج فور إكزامبل تسجيل للطلاب عندنا مثلا بالجامعة. هلأ عادة الفونكشن اللي بياخد باراميتر لما إحنا بنيجي نصمم سيستم كامل وأبليكيشن كامل الانترفيس عنا شو بيكون؟ بيكون هذول الباراميتر بيكونوا زي تكست بوكسز اليوزر بيدخلهم. أوكي فهل أو drop down list أو المهم أي عملية إدخال للفاليو من اليوزر بيأخذهم ببعثهم لفنكشن بيأخذ هدول اللي إحنا دخلناهم as a parameter لهذا الفنكشن. هلأ هون لما يكون في عندي default value أحيانا إحنا لما نفتح application بدنا نعبيه في بعض القيم بلاحظ أنه هو معبيها automatically لكن بيعطيك صلاحية أنه أنت إذا حاب تغير هاي القيمة it's okay بتغيرها. هدول عادة بيكون بالبروغرامينج عاملهم as a default
زي ايش مثلا ممكن يستخدم ديفولت؟ يعني فور اكزامبل احنا عندنا لما الطالب بده يسجل في الجامعه، يعني نسبه كثير كبيره من الطلاب بتكون جنسيتها اردنيه، فبالتالي تقريبا الجنسيه بيحطوها ايش، انها باي ديفولت اردنيه، الا اذا كانت جنسيه اخرى بتروح بتغيرها. اذا ما حطيت شيء انت بياخذ الديفولت. هلا الديانه مثلا الاسلام، لانه تقريبا نفس الشيء الاغلبيه ديانه الاسلام. هلا احيانا مثلا سنه القبول 2022، لانه الاغلب اللي بيقدموا بيكونوا 2022 وهكذا. احيانا في البنك بيكون في عندي، اذا بدنا نحكي عن ابلكيشن لبنك، بيكون البنك في عنده عموله معينه هاي ثابته، مش بكل ترانزاكشن انت بتعمل او اي اوبريشن بيعملها الموظف انت لازم تدخل قديش نسبه المرابحه مثلا او قديش نسبه الفوائد. فبهاي الحاله هم بيحطوها ديفولت فاليو، وبتصير يعني حتى بيعملوها ديسابلد، انه الموظف ما بيقدر بيلعب فيها، فبتكون في ريستريكشن. اذا بده يتم تغييرها بيتم تغييرها مثلا من الادمن او من المانجر نفسه، هو بيغيرها فقط له صلاحيه. فهي اكزامبل عن استخدام الديفولت فاليو. فدائما متى نستخدم الديفولت فاليو؟ نستخدمها لما يكون في عندي قيمه باغلب الحالات تنبعث بقيمه معينه، بفاليو معينه. يعني يعني مثلا اغلب الجنسيه بتكون بيدخلها اليوزر اردنيه، فانا كتريح لليوزر انا هون يعني بيكون السيستم عندي فريندلي اكثر، غير انه فريندلي اكثر انه بيكون في عندي انا بحافظ على البرفورمانس تاع السيستم او على انه الانتجريتي تاعت الداتا، انه دائما يعني في فاليو معينه. هاي نقطه، يعني عمليات الادخال كل ما كانت اقل من اليوزر كل ما كان افضل دائما احنا بنعتبرها، لانه اليوزر ممكن يصير يعمل لك اكسبشن في عمليه الانترينج. الشغله الاخيره اللي بدنا نحكيها، عاده الكيبورد ارجمنت ما بيصير احطها في البدايه. يعني انا هون لو اجيت بدي احطها هون، تمام، ما بيصير هذا الاشي هون، رح يعطيني ايش ايرور. يعني هون لو اعمل run direct non default argument follow the default argument، فالديفولت argument دائما لازم ايش بتكون، لازم بتكون اقصى اليمين، لازم تكون اقصى اليمين. يعني الترتيب دائما البوزيشنال argument كلياتهم بنحطهم في الاول، بعدهم بيجوا الديفولت argument، بعدهم بحط انا الديفولت argument. اوكي، هلا نيجي لنوع جديد من انواع الارجيومنت اللي هو اسمه الاربيتري ارجيومنت. الاربيتري ارجيومنت بالفانكشن بيقدم لنا فيتشر، احيانا احنا بنكون ما بنعرف عدد البراميتر اللي بدنا نبعثهم للفانكشن. يعني مثلا انا الفانكشن فور اكزامبل بده يعمل ايفالويشن لاكسبريشن معين، او بده يجمع قيم، او بده مثلا بيطلع احصائيات معينه، فانا العدد القيم هاي ما بعرفها مسبقا، فبالتالي ما بقدر أحدد كم باراميتر إني أنا ممكن إني أبعث له. فبهاي الحالة إذا كنا إحنا ما بنعرف عدد الباراميتر أو الأرجيومنت اللي أنا بدي أبعثهم لهذا الفانكشن، ممكن أستخدم خاصية اسمها الأربيتري أرجيومنت. هي نوع من أنواع الأرجيومنت بحيث إنه أنت بتعطيك صلاحية إنك بتبعث له zero or many argument. أوكي، هلأ نفترض إنه أنا بدي أعمل على سبيل المثال function بيعمل اسمه add. هذا function بدي اياه بياخذ مجموع اعداد. هلا بالوضع الطبيعي انا ممكن ابعث له انه قيمه قيمتين ثلاث، لكن نفترض انه انا ما بعرف كم العدد اللي هو عدد البارامتر او الارجمنت اللي ممكن انه نبعث لهم. فبالتالي الاربيتري ارجمنت بتكون بهذا الشكل، بنحط اسم البارامتر لكن قبله بنحط star. هلا وجود ستار هون هاي معناها انه انا ممكن ابعث له zero or many argument، ممكن اني ابعث له zero or many argument. اوكي، هون بحكي له for i in num. هلا num لانها هي zero or more فهو رح يتعامل معها زي اتراب الايتم، يعني رح تصير زي مبدا كانها تبل. اوكي، فبالتالي انا بقدر استخدم فيها for loop، وحسب عدد القيم لاني انا ما بعرفها مسبقا كم عدد الفاريبل اللي راح الارجيومنت اللي راح يبعثهم اليوزر له، باجي بحكي له sum equal، او سوري خلينا نسميه total، total equal التوتال زائد قيمه i. طبعا لازم نعمل initialize للتوتال هون بحيث انه يصير زيرو. اوكي، هلا هون بالمين ايش احنا بدنا نعمل بهاي الحاله؟ احنا بدنا نجرب نبعث له كل شوي قيمه معينه. فهون نعمل مثلا add. اوكي، هنجرب انه ما بدي ابعث له ولا قيمه ونعمل run. لاحظوا ايش عمل، طبعا ما عملش اشي، بس خلينا نعمل برنت عشان بنأكد هون. لو جيت حكيت له برنت التوتال، تمام،
نعمل run. لاحظوا أول شغلة أنه هو ما اعترض أنه أنا ما بعثت له ولا variable. هلأ هو اللي أجا عبارة عن tuple فاضي لأنه ما في ولا parameter. total equal zero. تمام. بيجي بيحكي لحاله for i in num. num فيهاش إشي فبالتالي ما بدخل على for loop. بيجي بيطبع لي قيمة total اللي هي أصلا already zero. فبالتالي ممكن أني ما ببعث له ولا قيمة. خلينا نيجي نشوف النم لما استقبلها كيف كانت وإيش الديتا طايب لإلها. بنعمل run وبنشوف كيف راح تبعنا إياها. لاحظوا بما أنه أنا ما بعثت له ولا قيمة فهو استقبلها كطبل فاضي empty طبل. الديتا طايب إلها طبل. لاحظوا دائما الارجمنت إذا كانت arbitrary argument بستقبلها as a طبل. ولما بيعملنا return لmore than value من الفانكشن كمان بيستقبلهم أو بيخزنهم بتبل. التبل لأنها هي immutable type يعني من الداتا type اللي ما بنقدر نعدل عليهم. تمام. أوكي. هلأ نيجي لو جيت أنا بعثت له مثلا أكثر من قيمة. لو بعثت له 1, 3, 4, 6, 7 نعمل run. هذول هم التبل وراح إيش؟ مر على هاي التبل وجمع لي هاي الأعداد. هلأ سواء ما بعثت له ولا عدد وبعثت له مجموعة كثير كبيرة من الأعداد راح يجمعهم وينفذهم. أوكي؟ طيب هاي إذا كنت أنا بدي أبعث كل variable لحال. لو إجيت أنا عرفت list وحكيت له هاي list فيها هذول القيم وبعثتهم بهذا الشكل وحكيت له ابعث لي L، هل راح يجمع الأرقام نفس الإشي راح يستقبلهم مفردين ولا يستعملهم as a list؟ لاحظوا إيش أعطاني. سوري هون عنا. أوكي. هلأ هون أعطاني إيرور. ليش الإيرور؟ لأنه التابل لاحظوا التابل أول رح يحتوي على one item اللي هي الليست. الداتا تايب لإلها هي عبارة عن ليست. فكيف هلأ total equal zero كيف رح يجمع الليست مع الزيرو؟ فهاي غلط. بهاي الحالة هاي تعتبر غلط. طب إيش الحل؟ الحل إني إذا أنا بدي أبعث له هلا اذا بدي ابعث له القيم مفرده كل واحده لحال كبراميتر ما عندي اي مشكله باي داتا تايب، يعني بدي ابعث له سترينج مجموعه من السترينج مجموعه من الارقام اي شيء. لكن اذا انا بدي ابعث له ايترابل ايتم زي ليست او سترينج لكن انا بدي يصير يتعامل مع كل واحده لحال، بهاي الحاله عشان يفكهم احنا بنسميها عمليه الانباكينج، حتى بيعمل انباك لهم لازم بنحط ستار. هلأ ستار ال لاحظوا هلأ لما ننفذها رح تكون تنفيذها مختلف تماما، رح ياخدهم. لاحظوا كيف التبل رح يكون هلأ هون صار عندي تبل فيه هاي الأرقام وجمعهم بوضع عادي وطبيعي جدا. أوكي؟ فبالتالي أنا لو بدي يعني أنا هون مثلا لو بدي يتعامل مع كوليكشن أنا لازم أبعثه بهاي الطريقة. طب لو بعثت له معاه رقم ثاني بيصير بهاي الحالة ولا لا؟ بياخدهم عادي وبيزيد. لاحظوا فك الليست هاي أخذ قيمتها لحد السبعة بعدين بعثت له رقم ثاني بياخدهم بياخدوا معه أي عدد ممكن أنا من الأرقام ممكن إنه بياخدهم أو من الأرجيومنتس. طيب لو خلينا ناخد إكزامبل ثاني. لو أجينا إنه أنا عندي for example string equal python بهذا الشكل وجيت أنا بدي أبعث له هاي السترينج وهون شو بدي أكتب له for i in num print i. هلأ بهاي الحالة شو رح يطبع؟ شو أول item؟ طبعا لأني بعثتها لحالها من دون star رح يطبع python فهي رح تكون tuple فيه فقط string واحد. طيب لو بعثت star رح يفك string لأنه iterable وبتصير كل character لحال وبصير tuple أخذ كل كاركتر لحال وبالتالي بيطبعهم كل واحد ألون. أوكي؟ طيب طب لو أنا بدي أستخدم الديفولت أرجيومنت هون يعني لو جيت حكيت له إيش بدي أحط for example التوتال equal zero مبدئيا هل هاي طريقة صحيحة ولا لا؟ أخذها عادي صح؟ ما اعترض عليها نهائيا. لو هون عندي لأنها هاي عندي عبارة عن إيش؟ طب لو أجيت بدي أغير التوتال إيش لازم أحكي له هون؟ أجي أحكي له total equal مثلا 10 بس خلينا نعمل print للتوتال عشان بياخدها
ايش طبعا قيمتها؟ 10. اذا بقدر اني استخدم الديفولت. طب لو كان عندي positional argument هل بقدر اطبعه؟ هل بقدر ابعثه اخر شيء؟ يعني هون مثلا بهذا الشكل ولا لا؟ طيب هلا لو بدنا نعمل run، لاحظوا احنا positional argument بعثناه اخر شيء، مباشر ايش حطانا؟ error. positional arguments follows the keyword argument. يعني positional argument دائما لازم متى بنبعثها احنا؟ قبل ايش هون؟ خلينا نجرب نحطها بعد ال arbitrary argument وبنشوف هل لسه عم بيعترض عليها او لا. يعني حطيناها قبل الديفولت لكن بعد ال arbitrary argument. كمان اعطانا ايش؟ ايش عم بيعترض هو هون؟ بحكي لنا missing one required keyword only argument. طب ايش اللي صار؟ اللي صار انه هو هاي arbitrary argument لانها واضحة انها arbitrary argument، هدول اعتبرها جزء من ال arbitrary argument لانه في عندي عدد غير محدود من البراميتر، وهاي واضحة انه هي عبارة عن keyword argument فاخذها. تمام؟ يعني هون لو انا ما بعثت التوتال كمان بيصير لانه هو بياخذ الديفولت، لكن صفه هو في عنده هون positional argument لازم. يعني هلا بهاي الحالة لو بنعمل run نفس الشيء أعطاني إيش؟ أعطانا error. بهاي الحالة نفس الشيء أعطانا error. إذا دائما positional argument لازم وين إحنا بنعرفه؟ دائما الأفضل إنه إحنا نعرفه بالبداية. هلا الترتيب فعليا الأصح والأدق إنه إحنا يعني هون خلينا نعمل run وبنشوف حيعطينا. لاحظوا إيش اللي صار هون؟ اللي صار هون ببساطة إنه اعتبر النيم اللي هي الستار اس، اوكي اعتبرها ايش؟ اعتبر النيم على فكرة اول واحدة. يعني هلأ هاي هي equivalent لايش؟ هلأ هاي الفانكشن كول تقريبا هي نفس الفانكشن كول اللي احنا، لاحظوا شوي، هلأ هاي فعليا هي equivalent لايش؟ زي كأني عم بعمل add، تمام، وبعثت له اول اشي حرف البي، حرف البي فكه، اوكي، وهون الواي، هون سوري التي، هون الاتش، الاو، وهون عنا الان، وبعدها بعثت له ايش؟ عمر. هلا هاي هو هيك بتعامل معها، هو الجملة الكل بفكها بهاي الطريقة. هلا اول وحدة هي عبارة عن ايش؟ هلا فعليا البي، يعني هاي من اللوجيك ايرور اللي ممكن تصير، البي هي مكان النيم، ستارت نم اخذ لها القيم هاي كاملة، يعني النم رح يكون تبل موجود في هاي الشيء. حتى نتأكد ممكن أنا هون باجي بحكي له print name وprint النم، أوكي، والtotal أصلا already zero. بنعمل run وبنشوف فعليا إيش رح يعمل هون. لاحظوا النيم هي حرف ال P زي ما حكينا، النم أخذ الفاريابل وأخذ عمر معهم، أوكي، وهون طبعا نفذ الاكسكيوشن. فبالتالي هاي دائما الافضل انه احنا البوزيشنال ارجيومنت نبعثهم اول شيء، بعدين بنحاول يكون الديفولت ارجيومنت، وبنحاول يكون الاربيتري ارجيومنت اخر شيء. هاي افضل شيء. البايثون لاحظوا ما بيعترض لكن بعطينا ايرور على البوزيشنال ارجيومنت اذا ما تم بعثها. هاي افضل طريقه حتى نحافظ على الكود تاعنا، بيكون البرفورمانس له افضل وما بيصير عندنا لوجيك ايرور في البروجرام. اذا احنا في هذا الجزء حكينا عن باسنج البوزيشنال ارجيومنت وكيف احنا البارامتر والارجيومنت سكوب كيف نتعامل معهم، انه كل واحد بيكون لوكال للسكوب اللي هو تعرف فيه. بعد هيك حكينا عن الديفولت باراميتر او الاوبشنال باراميتر او الكيورد ارجيومنت، واخر شيء الاربيتري ارجيومنتس اللي هي بتمنح او بتعطي فليكسيبيليتي انه انا ببعث from 0 to many ارجيومنت للفانكشن.